في عناوين نشرة الليلة: عجز في تخصيب حل حكومي بين بعبدة والسرايا، والحريري للجديد. بس لما يهدى الجميع أوكي قرر إمتى يصير مجلسنا يروقوا. عقوبات أمريكية على رعد وصفا وشره. تعال العقوبة ابتسامي بس. الاتصال بين الحريري وباسيل لم ينقطع. أن حكم الأقوياء والتسوية الكبرى هما أمانة في أعناقنا معا. رئيس التيار يجول جنوبا بعون حزب الله. أنا هو من حق يجي وأنا من حق يسافر بالطريقة اللي بدي إياها. بنت 14 ضحية اعتداء جنسي. أمريكا وقطر لقاء المليارات. A lot of money spent in our country and that means a lot of jobs. وفي فن الخبر سيرين عبد النور وأغنية جديدة. أغاني قريباً عم بسمع هلأ أغاني واخترت تقريباً ثلاثة. وفي ترندز تصريح غير مبارك. قيم الأشخاص ضد حسن نصر الله للموت للموت، أنا ضد ميشيل عون وحسن نصر الله. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار راقبوها في النشرة بعد قليل.